أخبار اليوم. نعرف المشاركة النهاردة والمؤتمر الداعي ليه النهاردة لا للإرهاب في نادي الشمس، إيه الهدف منه؟ بص، هو طبعا الفترة اللي فاتت كان في زخم شعبي كبير للوقوف أمام الإرهاب ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب. احنا يعني فكرنا قلنا ان هو عمليه الائتلافات وال يعني الحاجات الشكليه مش هي دي اللي هتؤدي الى يعني عمل فعلي على الارض، وبالتالي حسينا ان هو المفروض تكون في قدر اكبر من التوعيه، وان احنا نكون في احد النوادي الكبيره بحيث ان الرساله بتاعتنا توصل للناس ويتقال يعني ايه الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي في مصر، وايه المخاطر اللي بنواجهها، وايه يعني الاحساس بانه الخطر دوت خطر دائم فعلا، ويجب دحر هذه الظاهره، وان هذا الامر يتطلب وحده اكبر بين الشعب المصري، وحب اكثر بين الشعب المصري، وتفاهم اكثر، و يعني نوع من إعادة اللحمة للمجتمع المصري مرة أخرى. وأنا لسه النهاردة كنت الصبح في أحد المناسبات اللي بعتقد أنها كانت مهمة جدا في إطار أن احنا مثلا في عائلتين كان بينهم طار لمدة سنة تقريبا، وقرروا الآن أن هم في ظل الظروف اللي بتمر بها الدولة المصرية أن هم يعني يتصالحوا، وتم ده فعلا وسط مجموعة كبيرة جدا من أعيان المنطقة من المطرشين ووجود أطراف من الدولة، وفعلا تم التصالح، وده حاجة أنا أعتقد إن هي نواة جيدة ممكن إن احنا نبني عليها من أجل سلام مجتمعي احنا بننشده الفترة الجاية. هو ده المهم، إن الجبهة الداخلية زي في أيام الحروب، الجبهة الداخلية إذا لم تكن قوية ومتماسكة، أؤكد لك إن يعني الحرب اللي هي بتجري حاليا ضد الارهاب انها مش هتكون على المستوى اللي احنا يعني بنرغب. فبالتالي التماسك والجبهه الداخليه في مصر هو ده الحل الامثل لمواجهه مثل هذه المخاطر. واعتقد ان الشعب المصري واعي جدا، لا تتخيل النهارده كان في حوالي مثلا 1000 مواطن من المنطقه هو كلهم بينددوا بالارهاب، كلهم بيتكلموا عن الارهاب. يعني الحدث البسيط اللي هو التصالح ما بين العائلتين تحول الى حدث اكبر، وهو المخاطر اللي بتمر بها الدوله، وضروره ان المجتمع فعلا يكون متماسك وان هو يقف امام الارهاب الاسود اللي بيعم في المنطقه كلها. لا طبعا احنا في حاله الحرب الدوله المصريه طبعا عندها يعني اقدر اقول لك خبره كبيره بمثل هذه الموضوعات، وتستطيع التعامل معها بكل كفاءه. عندنا بنثق تماما في جهاز الشرطه وفي القوات المسلحه المصريه، نثق في قيادتنا، نثق في قدراتها على التعامل مع هذا الموضوع. الموضوع طويل، هياخد وقت، يحتاج صبر من المجتمع ايضا، هيكون في تضحيات، واحنا قلنا كلامنا من زمان جدا انه في ده الثمن هيدفع، ثمن تقيل يعني مش ثمن بسيط، هندفعه كلنا واحنا مستعدين ندفعه. لا عوده مره اخرى لهذه الجماعه على الاطلاق انها تعود الى الحكم في مصر، ده شيء مستحيل ومنتهي. اتمنى ان احنا نقف وقفه واحده وراء القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه. حضرتك الغرب او الدول الاتحاد الاوروبي وامريكا بشكل عام كانوا يعني عايزين نعرف هم داعمين للقرارات الحكوميه واتجاه الحكومه في سيناء، ولا هيطلعونا زي بريطانيا بتطلع تصريحات مناوئه او ضدنا؟ لا شوف، احنا يعني احنا يجب ان احنا في حساباتنا لا نضع يعني اهتمام كبير بالمواقف الغربيه، ولكن انا لا اقول ان احنا نتجاهلها. يعني انا كنت لسه في الخارج في امريكا وسمعت كلام كتير عن مصر وطلعت باستخلاصات كثيره. الغرب هيظل على مواقفه، الغرب يعني كان عنده اعتقاد بانه
دمج هذه الجماعات في الحياة السياسية في الدول العربية كان يكون من شأنه تخفيف ضغط الإرهاب عليهم، والآن يشعروا بوطأة هذا الإرهاب في على أراضيهم، وبالتالي يعني بينظروا إلى أنه الإجراءات المصرية قد تزيد فعلا من غلواء هذه الجماعات وإحساسها بأنها يجب أن تقوم يعني أكثر عنفا في الخارج أيضا. وحصل في كندا نفس الشيء، أستراليا كان فيها برضو مثل هذا الموضوع، وبالتالي الغرب عنده تحسس كبير يعني لهذا الموضوع، ولكن احنا مش هندفع الثمن، احنا بالنيابة عنهم مش هنضحي احنا عشان هم يستريحوا، احنا هنقوم بدورنا، هنسير فيه، هنمشي فيه، مش هنتوقف على الاطلاق في محاربة هذه الجماعات. اي رجعة او تراجع الان ده معناه ان انت قضية الكينونة المصرية انها تكون في خطر، وده احنا لن نقبل بيه ولن نتهاون فيه ولن نسمع.